ولد في بغداد. منذ الطفولة بدأ تعلقه بالموسيقى يكبر، إلى دخوله معهد الدراسات الموسيقية عام 1985، حيث بداية رحلته مع العود. تلقى العناية الفنية على يد أكفأ أساتذة الموسيقى. حصل في عام 1992 على شهادة الدبلوم، وكان الأول على دورته ليكمل بعد ذلك دراسته في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد. حصل في عام 1997 على شهادة البكالوريوس. مبدع عراقي في عالم عزف العود، اكتسبت أنغامه شهرة واسعة بين أرجاء الشرق والغرب. مهموم بالوطن، لا شيء يحرك أوتار روحه غير هاجس البعد عن الأهل والأحبة. من تحت برج إيفل ترتفع سلالم موسيقاه لتذكره ببرج بابل. حلق بعيدا عن الوطن، حاملا أوتاره بين المدن والعواصم. انا عارفه عنك ان انت كنت عضو في فرقه البيارك اللي اسسها منير بشير. عايزين نعرف عالم منير بشير، ازاي قدرت تقتحم العالم ده؟ منير بشير فنان عراقي قدم للموسيقى العراقيه شيء كثير. حقيقه هو بفتره السبعينيات اسس الفرقه التراث العراقي او الفرقه العراقيه. كانت هذه الفرقة تهتم بالتراث العراقي والعربي بشكل عام، حتى من حيث الزي، زي الشعبي للفرقة كانت مميزة بزيها الشعبي، وقدمت حفلات عديدة في العالم كله. مع بداية فترة الثمانينيات معروف أن الحرب العراقية الإيرانية أثرت كثير على هذه الفرقة، الكثيرين تركوها، الكثيرين تغيرت يعني حياتهم تغيرت بشكل عام. بعام 82-83 أعتقد تفلشت الفرقة، انتهت يعني العمل بالفرقة. بعد ذلك هو حب يأسس فرقة ثانية، فحب أن يعيد فرقة جديدة من الشباب، من الطلبة المتميزين بالمعهد، وأنا أعتبر نفسي كنت محظوظ، واحد من المحظوظين اللي تم اختياره لهذه الفرقة. نسيب عالم منير بشير ونروح لعالم العود. في كتير من المهتمين بالعود وخصوصا اللي حابين جدا آلة العود عايزين يعرفوا ماذا أضاف الوتر السادس للعود. هو كما هو معروف ان العود التقليدي يعني مراحل العود تغيرت الى العصر العباسي، تحديدا فتره زمن زرياب، زمن الفتره العباسيه كانت فتره مزدهره بذلك الفتره بالموسيقى. اضيف الوتر الخامس بعدها المراحل المظلمه، خلينا نقول العصور المظلمه اللي مرت بها بلداننا كلها. هذه الفتره تغير ايضا تغييرات كثيرة حدثت بالعود في أوروبا وإذا في عالمنا العربي. الإضافة اللي تذكر بصراحة مع مطلع القرن العشرين للفنان الكبير محي الدين حيدر، شريف محي الدين حيدر، هذا الرجل أضاف الوتر السادس اللي يسمى بالقبدوغا، تسمية تركية تعني قرار الري.
هذا الوتر أعطى بعد آخر للعود، أعطى مساحة صوتية كبيرة للعود، ووضع مناهج ومثودات هذا الفنان للعود إلى أن هذا تعتبر من أهم دراسات العود بالشرق كله. فكانت إضافة مهمة جدا الوتر السادس، واليوم أغلب عازفين العود تلاحظين يستخدمون ست أوتار.